من الأربعة الصبح 12 بالليل 24 ساعة دوام. والله المهنة يعني من أثر أصدقاء وأبويا سابقا كان عنده مخبز فتعلمنا هاي الشغلة يعني. والله أنا يعني مو هالقد واعي بس تعلمت يعني من أثر الطحين والعجن وهذا الشغل تعلمت. أصدقاء هم كانوا يشتغلون وياي يعني قبلي سابقين يعني ناس كبار وتعلمنا هاي الشغلة. أكثر الناس تفضل خبز المعمل يعني هو خبز البيت مفضل بس خبز المعمل لأنه شغل سريع الناس موظفين دوامي اللي منتسب اللي هاي فيستخدمون الشغل السريع. طحين أكل فستقة وأكو نوعية الحصة اللي هو خباز فإحنا نخبط ونشتغل وأكو شعير طماطين نشتغلها. خبز البيت مو مثل خبز المعمل خبز تخين حلو بس شنو على شغلة المرة يعني شلون تعجن شلون تسوي الخمرة المقادير الهاي لازم تعرف شلون تسوي على النجانة أو على الكيلوات. مثلا الكيلو تحط عليه مثلا خاشوقة خمرة أو نص خاشوقة خمرة بالبيت خاشوقة مثلا خلينا نقول يجوز المرة تستخدم خمرة أقل أو أكثر يعني هي من تعجن العجين مثلا مدة ربع ساعة أو أكثر شوية العجين يختمر. أكو يحطون سوداء أكو ما يحطون سوداء.